بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السيدات وسادة المشاهدين، مشاهدين الكرام، اينما كنتم واينما تواجدتم في مراكش في الجديدة داخل مملكتنا المغربية الغالية او خارج ارض الوطن، ارحب بكم في هذا البث التلفزيوني المباشر من هنا من مدينة مراكش، وبالضبط من الملعب الكبير اين يستقبل الكوكب الرياضي المراكشي ضيفه الدفاع الحسني الجديد. الاجواء رائعة، كل الظروف متوفرة لمتابعة قمة كروية جميلة هنا في مدينة مراكش، في هذا الملعب الرائع، في هذا الملعب الجميل الذي يعتبر من أفضل الملاعب في إفريقيا وفي العالم. كرة على مستوى خط الدفاع للدفاع الحسني الجديد الذي يبحث عن أولى الفرص، أولى المحاولات، البحث عن عمر الهنودي. كرة عادت لي الكوكب الرياضي المراكشي، نفس الشيء بالنسبة لمحمد جمجمي، مازال محتفظا بالكره ينتظر وصول الدعم. البحث عن زهير الشاوش، من زهير لموراكينو، العرضيه مازالت الفرصه متواصله جبيره. الى اين ارسلت الكره يا عبد الجليل؟ كان يبحث عن الخشبات الثلاث، ارسل الكره خارج الملعب. جوزيف كومبوس الكاميروني يمر، أيوب جلال، التسديد، تسديدة خارج الملعب، ركلة مرمى للدفاع الحسني الجديد. هي الفرصة الأبرز، هي الفرصة الأخطر، كان قريبا زهير الشاوش من منح التقدم والأسبقية للكوكب الرياضي المراكشي. وفي هذه الأثناء الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0 بين الكوكب الرياضي المراكشي والدفاع الحسني الجديد. الشوط الثاني ينطلق في هذه الأثناء، على يمين الشاشة الدفاع الحسني الجديد، على يسارها الكوكب الرياضي المراكشي. ينطلق الشوط الثاني وتنطلق معه فرص ومحاولات كلا الفريقين في هذا الشوط. كل فريق سيبحث عن اقتناص الفوز، عن اقتناص الانتصار في هذا اللقاء، في أولى مباريات هذه الجولة، الجولة 14. ينفذ رمية التماس جوزيف كومبوس الكاميروني، يعود دائما موراكينو لكومبوس، العرضية، إمكانية التسجيل، ضاعت، ضاعت أبرز أخطر فرصة كان ممكن من خلالها الكوكب الرياضي المراكشي يسجل هدف الأسبقية وهدف التقدم. الضغط ما زال متواصلا، التدخل من الطوغولي إدريسو هادي، العودة لمحمد جمجمي، عبد الله غرف، حمزة رفيع، العودة لغرف، سفيان يخلف، جوزيف كومبوس، العرضية من جوزيف، التدخل من حارس المرمى محمد اليوسفي، ينقذ الدفاع الحسني الجديد من هدف محقق. نعم، هدف محقق. هنا الإعادة، هنا اللقطة، وصلت الكرة للكاميروني جوزيف كومبوس اللي راوغ، بعد ذلك العرضية، ضربة رأسية من حمزة فونتي الذي كان على وشك تسجيل الهدف الأول. إيمانويل كباتاي، حسن فارس، محاولة المرور، ضغط هذه اللحظات، ضغط هذه الأثناء، يحاولون التسديد، حكم رفع الراية، التسلل كان متسللا مهاجم الدفاع الحسني الجديد. دخول رضا ايت بوغيما، مغادرة عبد الله غرف، هنا فرصة تسديد الهدف، الهدف الأول للدفاع الحسني الجديد في الدقيقة 82. أبناء مدينة الجديدة ينجحون في الوصول للشباك مباشرة بعد مغادرة غرف قلب الدفاع. ينجح الدفاع الحسني الجديد في التسجيل وفي الوصول للشباك، الهدف الأول، فرحة العشاق
فرحة المحبين في المدرجات. هدف الأسبقية وهدف التقدم، فرحة عشاق الفريق. الحكم، كرة في الجهة اليسرى، الدفاع، التسديد، الهدف، الهدف الأول للكوكب الرياضي المراكشي في الوقت المحتسب كبدل ضائع. بوجانغ يسجل في مرمى اليوسفي. أصبح النتيجة هدف مقابل شيء. هدف مقابل شيء للكوكب الرياضي المراكشي. بوجانغ رمية تماس، مروان مزاوري، العودة لياسين فتيل. المدرب يطلب من عناصر الفريق التقدم نحو منطقة الهجوم، وفي هذه الأثناء الحكم حمزة الفارق يعلن عن نهاية الشوط الثاني واللقاء بفوز الكوكب الرياضي المراكشي بهدف مقابل شيء أمام الدفاع الحسني الجديد. الهدف الذي سجله لاعب بوجانغ.